الاستتار ينقسم إلى قسمين، الاستتار عند قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استتار واجب وهو ستر العورة، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. القسم الثاني استتار مستحب وهو أن يستر بدنه بحيث لا يرى منه شيء، كما جاء في حديث عبد الله بن جعفر وحديث المغيرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه، وهذا أيضا من تمام المروءة وحسن الخلق بحيث أنه لا يراك أحد وأنت تقضي حاجتك.